طبعا اليوم مثل ما تشاهدون مهرجان الابداع والتميز للناشطين والكتاب والشعراء من ناحيه العلم. طبعا هذا المهرجان لاول مره يحدث في محافظه صلاح الدين وخصوصا في ناحيه العلم. هذا المهرجان هو حدث بدعم ذاتي بعيدا عن الحكومه المركزيه من ناشطين وايضا برعايه نادي العلم الرياضي. هذا المهرجان قدم فيه الجوائز للمبدعين والناشطين والمثقفين في ناحية العلم وأيضا لاختيارهم لأفضل شباب وناشطين في هذا الشيء لأجل إبداعهم وتمييزهم في المحافظة وخصوصا في ناحية العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيمة في ناحية العلم هذا اليوم مهرجان الإبداع الأول تحت عنوان الإبداع هويتنا. كان مهرجان رائع متميز يختار الصفوة من أبناء العلم المتميزين في كل المجالات علما والبسطاء منهم شمل التكريم الجميع. كان هذا اليوم يوم مميز في الناحية أو في هذه المدينة التي تتميزت في حمل البندقية وحمل القلم بآن واحد، وكان صوت البندقية بداية لانطلاق العلم والتوجه للبناء في عموم محافظة صلاح الدين. فكرة جائزة العلم للإبداع انطلقت من لاعب نادي العلم الرياضي ميزر جواد مطر، حيث عرض علي الفكرة أنه نبدأ بنواة تأسيس نواة جائزة قد تكون في يوم من الأيام عالمية، فراقت لي الفكرة وعرضتها على إدارة النادي العلم في اجتماع النادي. تبنى النادي الفكرة وقرر في اجتماع الإدارية رعايتها. اتصلنا بالدكتور وعد محمود رؤوف رئيس الجامعة التكريت والدكتور علي صالح صير رئيس الجامعة العراقية باعتبارهم من أبناء ناحية العلم، وهذه الجائزة حصلت في هذا العام بناحية العلم لأنها تعتبر أولية. سوف تنطلق في قادمة الأيام إلى محافظة صلاح الدين ومن ثم إلى العراق، وبعدها نصل إن شاء الله بها إلى العالمية. تشكلت عدة لجان في مختلف المجالات، استمرت لأكثر من شهرين اجتماعات متتالية أسبوعيا، عرضت كل النتاجات من كافة المجالات. اجتمعت اللجنة قبل أسبوع واختارت المتميزين والمبدعين، وعلى أثرها رعينا هذا الحفل وكانت النتائج إيجابية. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بقناة صلاح الدين في ناحية العلم اليوم لحضور هذا الاحتفال الذي بدأ تحت شعار الإبداع هويتنا. هذا الاحتفال اليوم انطوى على مجموعة محاور، محور الآداب ومحور علوم الصرفة والرسم والخط والزخرفة ومحور الإعلام الحربي وإدارات المدارس والطلبة الأوائل. هذا اليوم الاحتفال جاء انطلاقا لحملة الثقافة والإبداع والتميز التي نضيفها على المجتمع بدلا من عسكرة المجتمع وثقافة العسكر. اليوم المجتمع العالمي مجتمع مثقف ومتميز، فيه مؤلفات، فيه كتب، فيه تاريخ للعلم والبناء والعمران. اليوم هذه الاحتفالية تأتي في إطار دعم الثقافة وعلمنة المجتمع باتجاه العلم المتميز، وإن شاء الله تكون أخيرا. من هناك احتفاليات في أعوام أخرى. دكتور ميثم العباد محتفل في هذا البرنامج. مناسبة مهرجان جائزة الإبداع للعلم أقمنا هذا المعرض التشكيلي بهذا المناسبة. حقيقة المعرض تضمن جميع المدارس، التجريد والتشكيل والانطباعي والتكعيبي لمجموعة من نخبة من الشباب الموهوبين. نطمح أن تكون كلية فنون جميلة في جامعة تكريت لنكمل الدراسة الأكاديمية، ونشكر قناة صلاح الدين لهذا اللقاء وتغطية هذا المهرجان. شكرا جزيلا. الفنان التشكيلي طالب الجبوري.